الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله سعد الله صباحكم وأهلا ومرحبا بكم ضمن أخبار في دقائق في هذه الحلقة سأتحدث عن الحرب الروسية الأوكرانية بين بوادر انفراج واستمرار المعارك الرسم البياني أو الانفوغراف اللي راكم تشوفوا فيه الآن هو حول اليوم الثاني عشر من الاجتياح الروسي لأوكرانيا هذا الرسم البياني من إنجاز صحيفة الشرق الأوسط وين راكم تشوفوا هنا اللي باللون البرتقالي الداكن المناطق اللي هي راها تحت السيطرة الأوكرانية أو الروسية عفوا وأغلبها موجودة في الشرق في شرق أوكرانيا وفي جنوبها مثلا هنا جزيرة القرم شبه جزيرة القرم اللي ضمتها روسيا إلى أراضيها في عام 2014 الجيش الروسي هنا راه قريب من مدينه اوديسا التاريخيه راه مسيطر على اقليم دونباس يعني تقريبا نصف وين موجوده لوغانسك ودونتسك هذه الجمهوريتين التي اعترف بها روسيا بهما روسيا كجمهوريتين مستقلتين عن اوكرانيا في شمال اوكرانيا راكم تشوفوا هنايا يعني تقريبا الشمال الشرقي لاوكرانيا مسيطره عليه القوات القوات الروسيه و بالمناسبه قامت روسيا بافتتاح ممرات انسانيه من كييف وخاركيف وماريوبول وسومي باش يخلوا يجلوا السكان المدنيين الاوكرانيين وفي خاركيف كما يقول الرسم البياني نحو 20 ألف جندي روسي إلى الغرب من المدينة يستعدون لاستئناف الهجوم هناك أيضا كما راكم تشوفوا هنا يا آه العاصمة كييف القوات الروسية تتقدم من الغرب والشمال الغربي يعني نقدر نقول أن القوات الروسية راها محاصرة راها محاصرة العاصمة كييف آه والامم المتحده راه غادي تتوقع وصول قالت ان يوم الصباح نعم تتوقع وصول عدد مليوني لاجئ خلال اليوم او غدا لاجئ اوكراني او مليوني شخص فروا من بيوتهم بسبب هذه الحرب هنا هذا الرسم البياني يوضح وجود مدن مدينة خيرسون اللي سقطت و ميلتوبول يعني هذه مدينتين راهم و بيرديانيسك هذه المدن راهم تحت تحت سيطرة القوات الروسية تحت سيطرة القوات الروسية وبقات لهم في هذه المنطقة يعني في الجنوب الشرقي مدينة ماريوبول هم يستعدون لاقتحامها الوضع الوضع لحد الان هو خطير ورغم ذلك رغم ذلك تبذل جهود كبيره للوساطه وكنا شفنا ان الصين عرضت وساطه لحل المشكل بين اوكرانيا وروسيا حيث قال الوزير الخارج وزير الخارجي وزير الخارجيه الصيني وانغ يي ان بلاده مستعده لمواصله لعب دور, بن دور بناء في تعزيز المصالحه وتحفيز المفاوضات ومستعده للتعاون مع المجتمع الدولي في جهود الوساطه وقالت انه حل النزاع في اوكرانيا يتطلب اعصابا هادئه بدلا من صب الزيت على النار وموسكو البارح كنت نشرت مع تغريدة علنت يعني نقلا عن وزارة الخارجية الروسية علنت فيه موسكو على أن الوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد يتلقى مع نظيره الأوكراني ديمتري كوليبا في تركيا يعني في أنطاليا على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي والجانب التركي هو اللي رتب هذا اللقاء وغادي يتلاقوا في 10 مارس وقد استبق الكريم لأن اللقاء بإعلان شروطه لوقف الحرب وشدد على يعني ضروره ان تعلن كييف وقف القتال واعلان الحياد والاعتراف بسياده روسيا على شبه جزيره القرم والاعتراف باستقلال جمهوريه دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين هو روسيا حطت شروط قال لك اذا بغيتوا توقفوا الحرب لازم الاعتراف الاوكراني بروسيه شبه جزيره القرم اللي ضمتها في 2014 وباش تستعرف بهذوك الجمهوريتين لوهانسك ودونيتسك اللي جايين في الشرق كما راكم تشوفوا في الصوره اللي ورائي ولازم آه، تعلن عن الحياد يعني ما تنضمش للاتحاد ما تنضمش للاتحاد الاوروبي ولا حلف شمال الاطلسي وهذه هي الشروط اللي راها ترفضها كييف لحد الان واللي آه، واللي آه، لم آه، تقبل لم تقبل الانصياع لاوامر أو لشروط الحكومة الروسية وكانت الحكومة الروسية الأمس دارت لائحة ضمت الدول والكيانات الأجنبية التي تم تصنيفها بأنها ترتكب أعمالا غير ودية ضد رو روسيا وهذا شملت لائحة الأعداء وصفا وسائل الإعلام الروسية لأن وسائل الإعلام الروسية من نشرت الحكومة الروسية هذه اللائحة وصفتهم بالدول الأعداء 48 دول دولة عفوا هي كل بلدان الاتحاد الأوروبي إضافة إلى أستراليا بريطانيا الولايات المتحدة كندا اليابان نيوزيلندا كوريا الجنوبية تايوان سنغافورة النرويج وسويسرا وهناك بلدان أخرى يعني روسيا صنفت هذه الدول بأنها دول غير صديقة الوضع غير كما يقولوا الوضع ما يعني يبشر بالخير لان رغم فتح ممرات لخروج يعني المدنيين الاوكرانيين ورغم عرض روسين على الوساطه ورغم انهم سيلتقون يعني بعد غد في انطاليا وزيري الخارجيه الروسي والاوكراني الى ان هناك نوع من الاحباط لدى المجتمع الدولي على العموم بخصوص ايقاف هذه الحرب لان الطرفين ما راهمش ما راهمش مستعدين باش باش يقبلوا 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 انهاء هذه الحرب وفق شروط لتخدم مصلحه البلدين مجتمعين اوكرانيا ترفض الوصايه الروسيه، اوكرانيا ترفض المس بسيادتها الوطنيه و وترفض استقلال هذه الجمهوريتين وترفض أن, ان 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 تلتزم الحياد واتوقع ان الوضع سيطول نوعا ما وهذا غادي على العالم بإسرائيل لان روسيا واوكرانيا بلدين هامين روسيا لها امكانيات هائله في الطاقه وراكم شفتوا الاسعار كيف ارتفعت وهناك ايضا القمح القمح هناك العديد من الدول خصوصا الدول العربيه اللي تعتمد بشكل كبير القمح الاوكراني والقمح الروسي. اكتفي بهذا القدر واضرب لكم موعدا ان شاء الله في حلقه اخرى لا تنسوا لا تنسوا هاشتاغ طرد البوليساريوم الاتحاد الافريقي شكرا على تتبعكم ووفائكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.